بسم الله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. حديث صباحنا الشعباني هذا حديث منطلق منعتق، غير مقيد بيوم ما بزمن ما، هو لكل الأزمنة لكل الأوقات، لأن الموضوع الشاغل حاليا هو موضوع صاحب الزمان. وإذا حديث شعبان الصباحي هذا يصح أن يكون حديثا لكل صباح ولكل مساء. صاحب الزمان في الأقوال المشهورة عنه عليه السلام يقول: قلوبنا أوعية لمشيئة الله، فإذا شاء الله شئنا. وطبعا نعرف الآيات المتعلقة بمشيئة الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن نحن مع هذا الصاحب في مسألة المشيئة، قلوبنا أوعية لمشيئة الله فإذا شاء الله شئنا. هذا الكلام يتعلق بإمام غائب عن الأنظار إلا لأهل الأسرار، وحاضر في الأفكار، حاضر في الخواطر ببال الجميع، لأن الأخبار النبوية تشير مؤكدة إلى أن هذا الصاحب العزيز هو منتظر الأمم، منتظر الجماعات، منتظر الأفراد، كل الناس لهم حاجات، لهم مطالب. هذا الإمام الصاحب منتظر عند الجميع ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما كما يقال في النص. تحية أولى في هذا الصباح المنطلق إلى كل الأزمنة، إلى كل الأمكنة، إلى كل الأجيال، إلى كل الأحوال. أقول تحية أولى: كيف يملأ الدنيا قسطا وعدلا؟ ما الفرق بين القسط والعدل؟ المصطلح الاختصاصي عند أهل العلم والمعرفة والعرفان بهذا الصاحب للزمان، تقول القسط أن يكون كل صاحب اختصاص في مكانه وعلى كرسي اختصاصه أو في حقل اختصاصه، وإذا كان القاضي المختص في مكانه يثمر عدلا، يحكم بالعدل. إذا كان الطبيب المختص الدقيق المعرفة في قضايا الطب، في قضايا الطب مثلثة الطاء هذه، لأنه إذا كان الطب فهو في الطب الداخلي، وإذا كان الطب فهو في القضايا الرأسية، وإذا كان الطب فهو في القضايا الصدرية. طبعا أردت الإشارة إلى هذا التنويع بالحركات لأقول إن اللغة أيضا تتطلب وعيا، تتطلب اختصاصا، تتطلب معرفة المتحدث باللغة أو العامل بها أو المتكلم بها، أن يكون عارفا بسر حركاتها، عندما ترفع، عندما تكسر، عندما تفتح. هذه أسرار، والقرآن الكريم الذين يحترمون هذا الكتاب المقدس يعرفون أنه نزل بهذه اللغة، اللسان العربي المبين، القرآن العربي المبين، لإشارات واختصاصات. أسأل الله تعالى للقوم، كل القوم الذين يسمعون القرآن أو يهتمون بالمعرفة والعرفان، أن ينضبطوا مع الحركات وأن ينضبطوا مع إشارة كل حركة. قلت حديث اليوم حديث صباح شعباني، ولكنه
حديث منعتق من الزمان، منعتق من المكان، داخل بكل مطلق الزمان، مطلق المكان، مطلق الإنسان، نستطيع أن نتأمل به في كل وقت. الحديث عشاق بالكسر العين وبضم العين. الكسر جميل أن يحب الحدائقي الأشجار، الأزهار، ما تنبته التربة الكونية، وجميل أن يحب المعلم تلاميذه، أن يحب الأب والأم الأبناء، تربية الأجيال، تربية الأعشاب، تربية الطبيعة، أمور مهمة. هذا العشق، هذا الإخلاص بالحب، نسميه العشق لأنه منجذب إلى جاذبية الأرض، جاذبية العالم الحسي. أما العشق فهو منجذب إلى العالم الأعلى، نحو السماء، كما تتجه الأشجار برؤوسها إلى الأعلى، كذلك العين عشق تتجه بعينها، بأجفانها، بتطلعاتها إلى صاحب الأسماء الحسنى، الذي رفع السماء وهو الرفيع، الذي أبدع النجوم وهو البديع. من هنا حديث اليوم، حديث شعبان الصباحي أو الحديث الشعباني الصباحي، يصح أن يكون حديث تأمل من جهة باللغة، ومن جهة بالطبيعة، ومن جهة بوعي هذه العوالم المحيطة بنا من الكلمات ومن الأشياء. إمام يملأ الدنيا قسطا وعدلا، كيف؟ كثير مهم أن نتأمل مليا بمسألة القسط، مسألة العدل. القسط قضية في غاية الدقة، التفرقة بين القسط والعدل. القسط، القاضي في مكانه، هذا عمل مهم، لأنه الشجرة في مكانها هذا حق، لأنها إذا لم تكن في مكانها، يعني إذا لم تكن جذورها في التربة، لا تعطي ثمرا فضائيا. وكل شيء في غير مكانه غالبا لا يعطي ثمرا، وإذا أعطى ثمر يعطي ثمرا ربما حراما أو ثمرا رديئا، يعني لا يكون في مكانه. مسألة تتعلق في صاحب الزمان يملأ الدنيا قسطا، يعني يعيد كل شيء إلى مكانه، يعيد كل صاحب اختصاص إلى اختصاصه، يعيد كل حق إلى صاحبه، وهكذا تملأ الدنيا بالعدل. طموح العالم، يعني الفلاسفة يعرفون، الأنبياء أخبروا، العلماء اليوم، الباحثون، المنقبون، المتسلقون، السياح، الناس يعرفون حاجة هذا العالم إلى نظام. يصور المصور المختص، ويخرج المخرج المختص، ويعلم الدين المتدين المختص، ويطبخ الطبخ الطباخ المختص. هذا كله في عالم القسط، في عالم الحق. في أحد الفلاسفة اللغويين يقول الحق والحق والحق، كل أمور تتداخل في بعضها. ويبدو أنه نحن في شعبان شع لنا بيان ما، لأن الأعياد الأئمة مواليد شعبان أعطونا فرحا، تفتح ليلة القدر كذلك أعطانا فرحا اليوم. التفرقة بين المختص، القسط في مكانه، كل مختص في مكانه،
وانتظار الثمرات العدل. عندما يكتب المفسرون تفسيرا للقرآن وهم لا يعرفون مثلا الفرق بين العشق الذي هو اتجاه إلى الرحمن إلى الأعلى الحب الأعلى، وبين العشق الذي هو الحب الحسي في العالم الحسي، يعني نشعر أحيانا أن المتحدثين بغير اختصاص يخلطون الأمور بعضها ببعض، فلا يكاد بعض الكثير عم بشوف فضائيات تتحدث أحاديث كلام حلو يعني ثقافة، ولكن مخلوطة غريبة وعجيبة. واحدهم يخلط النبي بعابد الصنم مثلا، يخلط الولي، لا يميز بين الولي والنبي مثلا. هل مسائل يعني تحية للإعلاميين، تحية لأهل الفضائيات الكثيرة التي تبث الساعات الزمنية كلها 24 ساعة تقريبا كلها مليئة من فضائيات كثيرة، وعند التحديق والتدقيق لا نرى تمييزا بين المعلومات، يعني يخلط كل شيء بكل شيء، وبالتالي تصبح مادة الطعام غير مغذية وربما حرامة. على كل حال أنا أسأل الله تعالى أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يروي الظما، وأن يشبع المحتاجين إلى الغذاء. وعلى هذه النية أتناول قليلا من ماء. بالعشق، حديث العشق وحديث العشق حديث رهافة. يقولون عن أحد العشاق: والله أنا أحب أن يعرف كل العالم وجه محبوبي أو محبوبي، ولكني أغار أن يعرفه أحد في العالم. هل مسألة الموسيقية مسألة أنه يحب أن يصل إلى الناس معرفة ما يحب هو، وأن يكتم عن الناس هذه المعرفة؟ كذلك مسألة تحتاج تبسيطا: كيف ولماذا؟ بالتأكيد عندما يأتي المبلغون ليبلغوا رسالة ما يعترضهم، مثلا كيف كانت سيرة الحبيب المصطفى آخر الأنبياء، كيف كانت سيرة المسيح، كيف كانت سيرة موسى، كيف كانت سيرة إبراهيم، هل كانوا مرتاحين في تبليغ رسالاتهم؟ ما سر لماذا نار إبراهيم إذن؟